شيفر سانتي. شيفر سانتي قدموا لكم آخر الإحصائيات الوطنية، واليوم شبشي بيكم إلى ولاية صفاقس تحديدا، وين إحصائيات العطش في تونس تأكدنا أن صفاقس تتصدر خريطة العطش لشهر جويليا 2021، وين تصدرت ولاية صفاقس لشهر جويليا ب 53 إشكال متعلق بالمياه. تليها ولاية قفصة ب 22 مشكل حسب أرقام منشرها المرصد التونسي للمياه، وكشف عنها عن وجود 434 إشكال يتعلق بالمياه في شهر جويليا في كامل الجمهورية التونسية. وتنقسم إشكالية المياه حسب المرصد إلى 342 مشكل يتعلق بالقطاعات، 65 مشكل يتعلق بتحركات احتجاجية، 20 مشكل تسرب، و7 مشاكل تتعلق بالمياه غير صالحة للشرب. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.